ذات وقت بداية التأملات على المنظومة القانونية اللي منظمة الصفقات في بلدنا. هذه المنظومة اللي هي نختار نقول أنها الحكومة أنها بذلت جهود حثيثة في أنها تمكن البلد من أنه الأول مرة يعود عنده منظومة صفقات حديثة شكلا ومضمونا، وتتسم أساسا أنها فرقت بين سلطات ثلاثة اللي كانت اللي قالوا فصل السلطات اللي احنا ثمرة منه، احنا الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هي طبقته بهذه السلطات الصفقات كاملة اللي هي الإبرام والتفتيش والمراقبة، كانوا عند لجنة واحدة قالوا لجنة الصفقات الوطنية، لجنة الوطنية الصفقات، بفضل هذا القانون انفصلت تماما، انفصلت السلطات الصفقات وعادت في مئات مستقلة، هيئة إبرام الصفقات وهيئة تفتيش الصفقات هي اللي يقولوا لكم سود كنترول، وهيئة مراقبة الصفقات اللي هي تولي تدريب الأسهم.